كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة على حرصها على عقد الدورة 15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن مصر تثق في قدرة الجانب الصيني على مواصلة هذا العمل المهم الذي تطمح إليه شعوبنا لحماية التنوع البيولوجي. وإن مصر استشرف بتسليم رئاسة المؤتمر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، فإنها واثقة في قدرة الجانب الصيني على مواصلة هذا العمل المهم الذي تطمح إليه شعوبنا لحماية التنوع البيولوجي والنظم الحيوية على كوكبنا، وأننا نتطلع في هذا السياق إلى مواصلة العمل مع الصين خلال العامين القادمين لتحقيق هذا الهدف، متمنين للجانب الصيني النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وصيانة الأمانة التي نحملها للأجيال القادمة.